بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه، ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرأتي على معصيتك، فإن أستغفرك فاغفر لي، فاغفر لي، فاغفر لي. وما عملت فيها مما ترضاه، ووعدتني عليه الثواب، فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأولياء جنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. والحمد لله رب العالمين.